عزف دلوقتي، كل الشباب دول خريجي كونسرفاتوار، فهنسمع منهم العزف العازفين على الكمان الاستاذ محمد نور والعازف الاستاذ فهمي، العازفين او العازفان على آلة الكمان، وهيعملوا لنا مسابقه ويعملوا مقطوعات مختلفه ويشوفوا احنا هنتذكرها ولا لا. دي من المقطوعات الشهيره جدا اللي كلنا حافظينها طبعا لانها كانت لمسلسلات حاجة وافلام شهيره. موافق يعني يلا تتقل. حاجه حاجه يا 56 وده ياسر عبد الرحمن بقى. ياسر عبد الرحمن طبعا. طيب ياسر. انا هعزف حاجه دلوقتي وتقولي دي ايه. اوكي رمضان يا رأفت الهجان. طيب عمار الشريعي. ادي نادر ادي نادر بتعزف كمان؟ لا لا امسكها بس معايا رد عليه ما تسيبوش ماشي يلا بينا